السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع البلان ديتيل، ان انا اضيف تفصيل للوحة. البلان ديتيل ما بيشتغلش غير مع البلان، يعني اكيد طبعا مش هتقدر تقسم كود في المنظر الجميل دوت. فبيقول لك خش على البلان الاول وحط كل التفاصيل اللي انت عايز تحطها، يعني عايز مثلا ترسم لاين، ترسم اللاين اللي انت عايزه، عايز ترسم كيرف. طبعا كل حاجة بيبقى ليها الخصائص بتاعتها، وتقدر تختار الستايل والويدث وكل حاجة زي ما انت عايز. ممكن تعمل ايديت للبوينت، ممكن تغير الشكل بتاعها للارتقاء، ممكن تلغي نقطة تزود نقطة زي ما انت عايز، ممكن تدي اشكال معينة. عندك الكيرف اهوت، عندك الارك السيركل، نفس الاشكال اللي موجودة في ال في الاوتوكاد مثلا او في اي برنامج. برنامج 2D تقدر تحط الرمز هو بتاع الشمال مثلا، تقدر تغير الويدث بتاعه والهاي طبعا اهم حاجة الانجل عشان تحدد الميل، تقدر تحط دايمنشن بين اي نقطتين بالشكل دوت، تقدر تديله الريال دايمنشن الزاوية حتتين، تقدر تكتب تكست زي ما انت عايز او تعمل ليبل او 3D ليبل او بلانت. تقدر تتعلم على اي نباتات وتحط الوصف بتاعها. طبعا تقدر تغير الشكل بتاعها زي ما انت عايز. تمام، الشكل اللي ظهر هنا تغير الشكل زي ما انت عايز، وتغير التكست لو حابب باي حاجه انت عايزها.